هو ترتيب طبيعي ومنطقي لكن الارقام صدمه بالنسبه لي وبالذات افريقيا يعني احنا نتكلم اوروبا 6 مليار دولار افريقيا 12 مليون دولار تفاوت كبير جدا لكن ده مش بالارقام يعني في الاول وفي الاخر يعني يكفي انه في منتخب افريقي وصل مربع ذهبي في كاس العالم الاخيره ده يقول لك حجم يكفي عدد المحترفين الافارقه وتاثيرهم في الانديه الكبيره في اوروبا فبالتالي هي مش بفكره القدره على الانفاق وصحيح كمان لما تيجي تشوف انه الترتيب طبعا ترتيب منطقي بشكل استثنائي لانه انه اسيا تيجي في المركز الثاني متفوقه على امريكا الشماليه وفرق كبير جدا ده شيء مش طبيعي ورغم انه الكره في كره في اسيا وكره في امريكا الشماليه مش في افضل احوالها مش مش في افضل حالاتها يعني على المستوى الدولي يعني بتكلم على مستوى المنتخبات ممكن تكون على مستوى الانديه الانديه دي هي الاكثر انفاقا بيصرفوا اكثر من افريقيا ومن امريكا الجنوبيه لكن على مستوى الالقاب وعلى مستوى البطولات بالتاكيد في تفوق كبير جدا لامريكا الجنوبيه واعتقد كمان يجي ورا اوروبا وامريكا الجنوبيه افريقيا بشكل مباشر على كل الاحوال نسيبنا من الارقام ونروح السعوديه وتحديدا لمدينه الطائف طبعا باس نادي الاهلي برئاسه العمري فاروق نائب رئيس نادي الاهلي وصلت امبارح الثلاث والنهارده اكتمل عقد الفريق مره تانية بوصول علي معلول وبيرسي تاو وكده سكواد الاهلي ان شاء الله جاهز لانه يخوض اول مران ليه النهارده بالليل يمكن زي ما قلت لكم كمان دقائق هيبدا المران الاول لفريق نادي الاهلي لكره القدم في المملكه العربيه السعوديه وتحديدا في الطائف استعدادا للمواجهه المنتظره المرتقبه بين الاهلي واتحاد العاصمه في كاس السوبر الافريقي وان شاء الله يمكن هتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه طيب لو زميلنا محمد توفيق جاهز نروح للسعوديه يلا نروح لمحمد في السعوديه وتحديدا في الطائف نعرف منه اخبار اليوم الاول للفريق ازاي كان عرفت كمان انه كان امبارح في السبال بعث عدد من جماهير نادي الاهلي محمد مساء الخير طيب هنحاول نرجع له مره تانية يعني يبدو انه محمد مش مش سامعنا فزي ما بقول لحضراتكم وصول امبارح النهارده كملت فرقه النادي الاهلي بوصول معلول وبارسي تاو وبالتالي ان شاء الله لعيبه الاهلي كلها تكون جاهزه للقاء بعد دقائق هيكون المران الاول لعيبه الحقيقه في نقطتين ويمكن النقطتين دول هناقشهم مع مع بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفي اللي شرفوني النهارده في السادسه فيما يتعلق بالمباراه نقطتين مهمين جدا واحد انه الاهلي بالنسبه لاتحاد العاصمه تقريبا كتاب مفتوح الاهلي ما عملش صفقات او ما تقدرش تقول ان الفريق في, السيز... في البريك في ال... يعني فتره التوقف وال... الاجازه الصيفيه يعني تقدر تقول فريق غير جلده، كل اللي عمله النادي الاهلي هو ثلاث صفقات فقط لا غير، فبالتالي كل افريقيا تعرف شكل وطريقه لعب وخصوصا طبعا انه مارسيل كولر السنه اللي فاتت حقق العلامه الكامله باستثناء طبعا بطوله كاس العالم كل البطولات اللي دخل فيها فاز بألقب وبالتالي طريقه لعب الاهلي مع مارسيل كولر واضحه للجميع، عناصر النادي الاهلي واضحه للجميع. على العكس تماما فريق اتحاد العاصمه يمكن نسخه مختلفه تماما عن النسخه اللي فازت بالكونفدراليه وخصوصا انه في اثنين او ثلاث لعيبه سابوا الفريق كانوا من اهم مصادر او مفاتيح اللعب في الفريق. انك انت تحاول تقرا شكل ودي طبعا قصه تحليل اداء في الجهاز الفني مع النادي الاهلي انك تحاول تقرا الشكل والطريقه اللي هيظهر بيها اتحاد العاصمه في مباراه الجمعه شيء ممكن يبقى مبهم شيء يبقى من الصعوبه انك انت تعرف عبد الحق بن شيخه ممكن يكون بيفكر في الجزء الثاني وهي فكره الاريحيه لعبتك جزء منهم كان موجود مع منتخباتهم الدوليه رباعي منتخب مصر لعب مع المنتخب الأول ماتش إثيوبيا ثلاثي المنتخب الأولمبي اللي لعب ماتش روسيا أو ماتشين روسيا وطبعا محترفين الأجانب سواء ديانج أو علي معلول أو بيرسي تاو اللي لعبوا مع منتخبات مالي وتونس وجنوب أفريقيا وبالتالي الأهلي ما اكتملش بشكل كامل غير النهارده تمرينه النهارده وتمرينه بكره هي التمرينه الوحيده اللي بياخدها الاهلي مكتملا بكل عناصره عشان يكون حاضر لمباراه الجمعه ان شاء الله هنتكلم في ده مع حضراتكم النهارده كان في طبعا اجتماعات كتير يعني مستر كل استغل اليوم النهارده لانه يعقد مجموعه من الاجتماعات بدايه كان في محاضره للعيبه في فندق الاقامه كان في اجتماع مع الجهاز الفني خد بالك وانت بتشحن البطاريات طبعا ده جزء من لعيبه النادي الاهلي وهي رايحه او بتستعد لمحاضره مستر مارسيل كولر محتاج تشحن بطاريات محتاج تتكلم على الطريقه اللي هتواجه بيها فريق اتحاد العاصمه محتاج تجدد دوافع وانت بتبتدي موسم ببطوله مستر مارسيل كولر عارف تماما انه قد ايه البطوله دي مش مهمه مهمه مش بس عشان هي مجرد لقب ولقب قاري لكنها كمان هتأثر بشكل كبير جدا على مشوار تفرق كتير جدا وانت بدأ الموسم وعندك تحديات زي السوبر الأفريقي لسه ما خدناش على كلمة الدوري الأفريقي دي وانت عندك تحديات زي الدوري الأفريقي وعندك تحديات زي دوري الأبطال وعندك تحديات زي كاس العالم وانت كسبان بطولة عن وانت قدر الله قدر الله خسرانها فبالتالي ماتش يوم الجمعة مهم جدا جدا وان شاء الله بإذن الله يكون انطلاقة كبيرة للأهلي في موسم صعب مليان تحديات وصعوبات كبيرة جدا يمكن مستر كولر هيركز على عدد من الأمور الفنية إن شاء الله اللي هيحاول يطبقها مع اللعيبة بقى في تمرينة النهاردة تمرينة النهاردة هتكون على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ويعني الراجل اشتغل بشكل كبير جدا على البرنامج البدني والفني الخاص بمباراة الجمعة إن شاء الله زي ما قلت لكم مباراة مهمة جدا من حيث التوقيت مش بس من حيث المناسبة واللقب لكن من حيث التوقيت كمان إن شاء الله تكون بداية مبشرة الموسم يكون رائع للنادي الأهلي زي ما قلت لكم علي معلول طبعا وبيرسي تاو انضموا بالفعل لبعثة النادي الاهلي في السعودية وبالتالي ان شاء الله ما فيش غيابات القوام الاساسي للفريق موجود ولاعيبة الاهلي كلها جاهزة ورؤية في النهاية بما فيهم على فكرة يعني نشوف انه بيرسي تاو علي معلول رغم ان هم اتأخروا شوية في ان هم يلحقوا بالبعثة او يعني بنتكلم في ساعات لكن جاهزين بشكل كبير للمشاركة الصفقات الجديدة منهم انتوني مودست امام عاشور رضا سليم جاهزين للمشاركة